زيرو ويز ماني، فانت بتعمله في كل الفكره ان هم عاملين وين ستور بره بابليك، تقدر تابلود الابلكيشن بتاعك بعد ما عملت له ديفلوبمنت تعمله ديبلوي واي حد يقدر ينزله ايه ويعمل انستول. تمام، فقلنا السمري بتاعت كل الكورس كله ان انا ازاي اعمل ابلكيشن، يمكن تختص شويه عندنا بين بالتابلت شويه احنا نعمل ابلكيشن ران على الموبايل. طيب ايه الكونتنت بتاعت الكورس بتاعنا؟ طيب اول حاجه اول كونتنت او اول مديول بيتكلم عن اوفر فيو اوف ويندوز 8.1 بلاتفورم اند ويندوز ستور ابس، هيبدا يعرف لك ايه هو ويندوز، ليه هو ويندوز 8 وايه هو ويندوز ستور. تمام، هي في فيرجن طالع من ويندوز 8، في حاجه اسمها ويندوز 8 ويندوز 8 انتربرايز بروفيشنال، الحاجات الاديشن بتاعت الويندوز 8 عامه، في حاجه اسمها ويندوز 8 وين ار تي دي يمكن نستخدمه كلنا في الكورس بتاعنا، وهيبدا يعرف ايه هو ويندوز ستور. بتكلم على تابلتس او بتكلم على عن ديفايس بتاعت الموبايل، حاجه اسمها ليست فيو وحاجه اسمها جريد فيو. ليست فيو وجريد فيو ايا كان، لو تفتح الموبايل بتاعك ايا كان الديفايس بتاعك ايه، هتيجي تفتح مثلا سيتنج هتلاقي كده في حاجات بتقعد تسكرول اب وداون، دي اسمها ليست فيو، هو بس ايتم في كل رو، وانا بس بقدر من ايه اسيلكت الايتم ده، معنى كده اعرضها ايه، اعرض الايتم بتاعتي في شكل فيرتيكال. تمام، فدي ليست فيو. اما الجريد فيو انت عايز تعرض الايتم بتاعتك في شكل هوريزونتال، فانت بتقعد بس سكرول يمين كده تمام او شمال فيبدا يجيب لك ايه الايكون بتاعتك. ابسط مثال لو احنا فتحنا الابلكيشن بتاعنا اهو تمام جانا باك كده، دي جريد فيو، يعني حاسس ان انا عارض الداتا دي، فانا عارض الداتا في شكل ايه، في شكل جريد فيو. اما لو كان عندي حاجه زي الكونتكست او ميل، لو عندي ميل كده طبعا ماشي، دي برضه تعتبر يعني شكل الداتا دي تعتبر برضه اي حاجه بتسكرول يمين وشمال كده تعتبر شكل ايه الجريد فيو. انا عايز برضه افتح لكم كونتكست، يمكن عندنا كونتكست نشوف فيها الداتا يعني. طيب عامه يعني عشان ما نقولش حاجه، شكل الايتمز كده يعني شوف شكل ايتم في الفيرتيكال ده، هو بس بيعرض شكل الايتمز كده، غير كده غير لما يكون عندي سكرول، لا السكرول بتاعي بيكون فيرتيكال، انا اقدر اب وافضل ايه اقدر، يمكن دول اشهر ايتمز انا هستخدمهم عشان اعرض داتا او اعرض ايتم. يعني مثلا مش شرط نعرض داتا، انا ممكن من الليست فيو نفسها يفتح لي ويندو ثانيه، يعني انت لما تشوف مثلا في السيتنج بتاعت الموبايل بتاعك مش هتدخل بس على النتورك، فوديك على ويندو ثانيه او اكتيفيتي ثانيه، اكتيفيتي بتجيب الحاجه بتاعت النتورك، اضغط مثلا على سي على الساوند فوديني على ويندو ثانيه. تمام، فهي الاكتيفيتي هي شكل بس الايه العرض الداتا، بريزنت داتا، مش معناه ان انا هعرض داتا في داتابيز، لا هو كل الهدف من الليست فيو جريد فيو في حته المنيو ده انت ازاي تعرض الداتا بتاعتك على ايه على التابلت. طيب في موديول 4 بدنا بنتكلم عن حاجه اسمها امبلمنتنج لي اوت يوزنج ويندوز 8.1. طيب ايه اللي اوتس؟ انت قبل ما تشتغل عامه في ديزاين عامه لازم قبل ما تشتغل على الويندو بتاعتك تمام، الويندو عندنا في الويندوز ويندوز ستور بنسميها بيج تمام، في اي بيج انا بعملها لازم احط عليها لي اوت. طب ايه اللي اوت اللي عندنا؟ عندنا نوعين من اللي اوت اللي بنتكلم فيهم، عندنا حاجه اسمها ستاك بانل وجريد فيو بانل او جريد بانل، دول اللي انا بستخدمهم علشان اقدر ان اعمل شكل فورماتن او اقدر اظبط الديزاين بتاعي يظهر شكل عامل ازاي. هتحط مثلا ده في اكس كذا، ده في واي كذا، لا ده انا هحطهم في شكل سيلز، هحطهم في شكل هوريزونتال، في شكل فيرتيكال، فانا عندي حوالي هم تو لي اوت او 10 لي اوت، عندنا ستاك بانر وعندنا جريد وعندنا حاجه اسمها كانفاس. الكانفاس دي لها ابسليوت ان انا بحطها في اكس واي، اكس واي بدراج دروب، حسب ما بحط الدراج دروب بتاعي يبدا ايه؟ يبدا هو يشتغل. طيب
في موديول 5 هيبدأ نتكلم عن حاجة اسمها هاندلز فايلز ان ويندوز ستور. ازاي بتتعامل مع فايلز ان كان فايل دوت اكس ام ال او فايل دوت ايه فايل دوت تكست. طيب موديول 6 بيتكلم عن حاجة اسمها ويندوز ستور اب بروسيس. تمام، انت بتتكلم دلوقتي على موبايل او تابلت ديفايس البروسيسور بتاعه مش هشيل اي حاجه تشتغل سي دي سكيب لوكيشن وتعمل حاجه لايت. تمام، انت لا انا عايز الابلكيشن بتاعتي انا هبدا استخدم بحيث ان اقدر استخدم الكابيلتي بتاعت السي بي اللي عندي. تمام، ان السي بي بتاعت البروسيسور بتاع الويندوز بتاعي او بتاع الديسكتوب.
داتا اوف لاين تتكلم سيكول لايت، تتكلم سيكول لايت مين المشكلة؟ ما ادري. طيب هي مش موجود منها حاجة بس ممكن عادي نعملها، يعني ممكن نعمل سيكول لايت. سيكول لايت زي سيكول سيرفر بالظبط، سيكول اندرويد زي سيكول سيرفر بالظبط، تقدر تعمل تيبلز، تعمل كل حاجة تمام. انت بعد كده عايز تاخدها، تاخد من السيكول لايت ده توديه مثلا السيكول سيرفر ده سينكرونايز، عايز تعمل برضه وتاخد ده سيرفيس، تاخد من هنا وتودي هنا برضه مفيش مشكلة. اصل انت مش بتتكلم في دلوقتي السيكو لايت ده مثلا سيمن فيرجن اوريكل تمام، مش بتتكلم في حاجه هيوج اوريكل، انت بتتكلم ده تايب زي السيكو سيرفر بالظبط، هتلاقي سترنج وهتلاقي دي سمر وهتلاقي دبل وهتلاقي كل الحاجات دي. انت ما كنتش عندك الابيليتي حتى تعمل جوين تمام، انت يا دوبك بتعمل لي حاجات خفيفه مقارنه بالموبايل اللي مش عمر ما هيشيل هيوج داتا بيز على الحاجه بتاعتك، يا دوبك حاجه بتخزني فيها وبعد ما تخزني بتروح ترميها في مكان تاني، فانت ما عندكش انت مثلا تعمل ستور ولا تعمل جوينز ما تعملش ريليشنز، ده كله سيكول لايت حتى من اسمه تمام، مجرد تخزين بس ستورج، ما اقدرش ان انا يعني حتى الباك اب ممكن الباك اب يتعمل مفيش مشكله، لكن حته جوينز ما اقدرش اعمل كومبلكس جوينز، حته ان انا اعمل ريفرنس ما اقدرش اعمل ريفرنس، ريفرنس كله بتعمل بروجرامنج تمام، فده كله في سيكول لايت، ما اقدرش ان انا اعمل كل حاجه هيوتش داتا بيس تمام، انت بس مجرد ان انا اعمل ستورج تخزين مش اكتر، انت عايز تخزن وبعد ما تخزن تقدر تفرغه في مكان تاني، ده اللي موجود في سيكول لايت. فعادي احنا ممكن نعمل مثال على السيكول لايت ما فيش مشكله. طيب حته ريسبوندنج ماوس اند تاتش ازاي بقى نبدا نتعامل مع سي تاتش، زي ما يزوم يقدر يعمل حاجه اسمها بنسميها سيمانتيك زوم، تيجي تعمل زوم عندك في الويندوز تلاقي مثلا الشاشه كبرت، لا ما ان الشاشه تكبر معايا، ما اعمل زوم اوت الشاشه تظهر معايا. فنبدا نتكلم في شويه ده عن حاجه من ضمن الحاجات بيسموها سيمانتيك زوم. هنبدا نتكلم في حته زومينج، زوم ان زوم اوت. طيب اخر حاجه نبدا نتكلم في الديبلويمنت، ازاي احنا نعمل ديبلويمنت للابلكيشن بتاعنا بحيث نويز خلاص يظهر قدامي في المترو ستايل بتاعتي الموجوده قدامي دي تمام. يعني